What's the difference between my and your? My plus thing. يعني حاجة بتاعتي. My A. My pen. My A. My hair. My hair is white. My. My A. My nose. My thing I own. My. Your plus thing. You own. الشيء اللي انت بتمتلكه. Your A. Your house. Your A. Your teacher. Your A. Your car. Your A كمان. Your pen. Your friend. Your name. My. My friend. My name. My pen. My hair. My nose. My ears. My book. Your name. Your phone. Your car. Your bike. Your حاجتك انت. اقول لك هنا what's your name. طيب نقطة مهمة جدا جدا جدا. ايه اللي صعب is و are و my و your علينا كعرب؟ انا كعربي ليه هم بحسهم كده ان هم بيسقطوا من الكلام اوتوماتيك؟ انت عرفت منين يا مستر؟ العصفورة قالت لي ان انت بتعمل الجملة وما بتكتبش is وبتعمل الجملة وبتنسى ماي ولو كتبتها مش مقتنع بيها. اقول لك ليه. ماي ويور هي ضمير ملحق باسم. يعني فلو جيت قلت لك هنا فين كتابي قلمي، لو جيت قلت لك هنا ترجم معايا كتابي قلمي كتابك قلمك يلا نترجم. كتابي my book، قلمي my pen، كتابك your book، وقلمك your pen. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت لو دورت على كلمة your هتلاقيها ضمير ملحق بالايه؟ بالاسم. قلمك مش كلمة منفصلة، انما هنا كلمة منفصلة. دي ثقافة ولغة ودي ثقافة ولغة. اعمل حسابك ان ما هو ضمير عندك انت هنا ماله؟ هو عبارة عن كلمة منفصلة في اللغة الانجليزية. مفيش كلمة شبكة في كلمة في انجليزي، انما انت عندك الكلمة الواحدة ممكن تبقى شبك فيها كذا ضمير. فهنا قلمك كتابك الكاد هي يور. كتابي الياء ده هي ماي. قلمي الياء ده هي تي ماي. ازيدك من الشعر بيت. وكمان ماي ويور نوت ستريسد. لو فاكر نوت ستريسد ده لسه قايلها من شويه. يعني ايه؟ يعني ما بتظهرش في الانجليش. مش هقول لك واتس يور نيم، سير نيم. ايه؟ واتس سير نيم. فاهم انت؟ انا اهم حاجه انا النيم. واتس يور فون نمبر؟ واتس يور ميل ادريس؟ فين يا مستر واتس يور؟ انا عايز ارجع انجليزي كده. واتس يور نيم؟ مفيش يا ابني ترجيع انجليش. اسمع زي ما هم بيقولوا. واتس يور نيم؟ واتس يور فون نمبر؟ واتس يور ايميل ادريس؟ واتس يور سير نيم؟ يبقى انا هنا اليور دي والماي اللي خلاها مش ثابته في دماغك، وخلصت الجامعه وفي ثالثه ثانوي
وفي تانية سنة وفي أولى وخدت المعلومة 100 مرة ومش راضية تثبت هنا. إيه؟ كل الحكاية مش منك، فرق ثقافة ولغة، اعمل حساب وانت شغال. يعني هم بيقولوها ازاي؟ بيقولوها كده خلاص واحنا هنتعلمها كده. طب وانا كير من ايه؟ اكير منها نوت ستريسد في الانجليزي، مظلومة والله، يعني ما بتتحطش عليها ستريس، ما بتتقالش بشكل واضح. ونوت كلير ان ارابيك، ومش ظاهرة، سيبريت وورد، كلمة منفصلة، ان ارابيك في اللغة العربية، والله مظلوم، الصفات الملكية دي مظلومة.